بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ارحمنا رحمة واسعة ولا تشمت بنا عدوا أبدا يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني الدين هذا جعلهم مغرورين، قالوا روع مكة وتوا ماشيين للفتح ماشيين للنصر. نعم، لو شبكم ميزانكم المادي، شكون قال الميزان المادي هو الصحيح؟ الميزان الرباني هو الصحيح، ما يكونش مبني بالربانيات، ولذا لا ميزان لكم له صفة من صفات الربانيات. لذلك أنتم الشياطين المفعول بكم الأفاعيل، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن نكون مثلكم في أي شيء، ولا يمكن أن يكون بيننا وبينكم قواسم مشتركة، والسلام لنا ولا سلام لكم، لأنكم أنتم غارقين في الله سلام وغارقين في المؤامرات على الإسلام وعلى أهل الإسلام ذكور وإناث عبر التاريخ. وبدأ التاريخ هذا تاع إجرامكم من قريش ومن وراء كلاب بني إسرائيل، ولحد الآن كرب وصاينا في ترقيدة واحدة يقول العامة في سلة واحدة، ألا لعنة الله على من كان ضمن هذه السلة اللي هي كل شؤم على أصحابها. نسأل الله أن ينصرنا عليهم في القريب العاجل يا سميع يا عليم. آمين آمين آمين.